مشاهدي الكرام، موجز لأهم الأنباء من أون لايف. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة للعمل على نجاح المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، حيث أكد الأخير أن الهيئة حققت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زيادة في الإيرادات نسبتها 13.4% مقارنة بإيراداتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. شدد رئيس الوزراء شريف إسماعيل على عزم الحكومة التصدي بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربائي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. كما بحث إسماعيل مع وزير الكهرباء محمد شاكر مشكلة زيادة الأحمال غير المخططة في بعض المناطق بالمدن الجديدة ومعدلات تنفيذ محطات توليد الكهرباء الغازية. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن رئيس مون جي إن اجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ في المنطقة الحدودية. وقالت الرئاسة في بيان أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بهدف تمهيد الطريق لعقد القمة المحتملة بين بيونغ يانغ وواشنطن. وقال مسؤولون أن مون سيعلن نتيجة اجتماع مع كيم الذي استمر قرابة ساعتين صباح غد الأحد. أعلن خفر السواحل في إيطاليا إنقاذ نحو 1500 مهاجر غير شرعي في يومين، وذلك قبل الغرق في البحر المتوسط خلال عمليات مختلفة شملت سفن البحرية الإيطالية والمنظمات غير الحكومية والوكالة الأوروبية فرونتكس. شاهد الكرام على رأس الساعة نشرة مفصلة بأهم الأنباء من أون لايف.